الإمامين الكاظمين عليهما السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكما يا وليي الله السلام عليكما يا حجتي الله في ظلمات الأرض أشهد أنكما قد بلغتما عن الله ما حملكما وحفظتما ما استودعتما وحللتما حلال الله وحرمتما حرام الله وأقمتما حدود الله وتلوتما كتاب الله وصبرتما على الأذى في جنب الله محتسبين حتى أتاكم اليقين أبرأ إلى الله من أعدائكما وأتقرب إلى الله بولايتكما أتيتكما زائرين عارفين بحقكما مواليين لأوليائكما معادياً لأعدائكما مستبصراً بالهدى الذي أنتما عليه عارفاً بضلالة من خالفكما فاشفعا لي عند ربكما فإن لكما عند الله جاها عظيما ومقاما محمودا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.